المصاريف الرئيس ما عنده فين باغي يتنقل يخلص من جيبه، الا باغي يتنقل النهار اللي تقدم راه تقدم طوعا لخدمته، ما كاين لا تنقل لا هذه ولا هذه، كل شيء هو هذا. حنا لقينا العرضيين قلنا لهم اش كيديروا العرضيين هنا، حنا العرضيين في بلديه كنقولوا اللهم هذا منكر. قال لك سيدي هذا المبلغ اللي 267 الف درهم 26 مليون و700 مرصود للعرضيين، كنجاوبوا عاد نمشي للمركب وغادي نقول لك المركب. قلنا هذا 26 مليون و700 الف فرنك للعرضيين، شنو كيديروا بهذا العرضيين انتم عندكم هنا؟ هذا ما عمر ما كيتصرف منه حتى ريال في المجلس الاقليمي، ما تصرف منه حتى ريال. علاش؟ اولا يمكن كيتصرف شي اعتمادات قليله لدوك الناس اللي كيديروا لونتروتيان الجرادي، قلنا لهم ما كاينش لونتروتيان الجرادي، الجرادي غير داروا الموظفين ديالنا اللي كاينين ومرصودين، صحاب لي شي الان صحاب كذا مرصودين لهذا الشيء، ما غيمكنش يكون 267 الف درهم. قلنا له راه ربما ممكن يكون شي حرائق، لا قدر الله شي فيضانات، لا قدرنا شي حاجه طارئه كدار هاد العراضي. وهذا هو علاش مديون المشرع، علاش مديون العراضي؟ مديون انه الا كان طارئ عراضي كما اسم ديالو كيقولوا، ما هو عراضي سي اوكازيونيل، اون كادو كازيون، الا وقع شي حاجه كهو عراضي، ماشي العراضي يبدا من 31 من 1 جونفي ويسالي 31/12، هذا راه موظف، هذا مرسم، هذا ما كاين العراضي لا والو. وبالتالي هذا راه المال العام، العراضي هو انه الا كان شي طارئ. انا كنتوجه ليك ديما سي محمد، علاش؟ لان هذا ما هو عراضي قلنا ما يمكنش. واخا جات انه واحد الامر غادي نبطو انه لقينا الحاله المستعجله خصنا ندعمو، لان غادي نوريكم شنو دعمنا المستعجلات ديال تازا. هاد الماليه اللي كنقول لكم حيدنا تخفيض 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 تخفيض، جمعنا 23 مليون درهم، جوج المليار و300 اللي بالنسبه لينا كانت ما عندها ما 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 صالحاش، ما كان خصها تمشي للعمل ديالها. منها فين تم التدبير ديالها مشات للمستعجلات ديال تازا. شتي الحاله اللي فيها المستعجلات، منين هبطنا للمستعجلات لقينا فعلا المستعجلات ما كتبنا واحد المستعجلات حدا، وبالتالي كنا خصنا واحد 5 مليون درهم باش نعاون المستعجلات على عجل، خصها يدار صفقه على عجل، وانا ربط الاتصال مع وزير الصحه باش يمكن، قلت له الله يخليك على عجل سي تريزور امبورطون، راه كتلقى قرعة الغاز واقفة تما د الاكسجين واقفة على السيد خارجة من التيوب، كل مرة طيح على المريض مشى الدواء كطيح عليه القرعة ديال الغاز، التيوبات خارجة من كنت الدمايات مزلعين كل قنت حالة يرتاليها ما تما المسجل. وبالتالي حنا كنمشيو ما نقدرش نبقاو كنشوفوا امام تما، غادي نقولوا راه بنيو المركب الثقافي، غادي نمشيو للامور اللي ترتيب الاولويات وغادي نمشيو هكا. قلنا ودي راه خصنا هادشي نقولوا نديو. منين مشينا شنو لقينا المشكل؟ لقينا المستعجلات عباد الله ديال 600 الف، الساكنة ديال الاقليم ديال 600 الف فيها فرملي واحد. مشينا واحد اللجنه كتكون انا وسي محمد بوداس والاعضاء كلهم ديال المجلس، مشينا ومشات معنا السلطه ومشاو معنا المسؤولين، مشينا لتما في واحد العمليه ديال الوقوف على الحاجيات ديالو، لقينا الفرملي واحد. قلنا لهم هذا شنو خصكم؟ قال لك خصنا الفرمليه. ايوا نتناول الفرمليه، نتناول الوردي، غادي تمشي عنده غادي يقول لك الموارد الماليه البشر، الموارد الماليه راه الوزاره ما عطات لي شيء كذا، راه الخاصيات الحاجيات على الصعيد الاقليمي، المجلس الاقليمي خصو يدخل، انا خصو يدخل هنا الفلوس ديال الجرادي والفلوس المال العام، هنا فين خصو يدخلوا؟ مشينا قلنا لكم شحال خصكم؟ قال 30. قلنا لهم 30 فرملي، يلا عطيونا ليست الفرمليه ونخلصهم حنا عراضيين، وبالتالي هذا المبلغ غادي يمشي عند الفرمليه ونزيدوا عليه واحد 30 مليون اخرى وغادي نعطيه للعراضيين، وخصنا الفرمليه اللي غادي يمشيو ويخدموا في المستعجلات، ماشي غير في المستعجلات، فين ما كان. قلنا له في هذا السبيطار ما يخدش شي فرملي من هنا الفوق، لان هذا في الاطاعه في الاستطاعه ديالنا، الفرمليه اولادنا راهم اون شومور، راه متفرمه وراه مرميين في الزناقي وراه كيقيلوا هازين اللافتات، والعراضي اللي غيمشي يجلس في الدار ديالو يمشي يقيدو تمشي له الكارطه البلديه يتخلص، ما عندنا ما نديرو به. حنا خصنا الموظف ديال، لهذا مشينا باش يمكننا نوظفو، ماشي حنا نوظفو، غادي يمشي يختاروا انسيليكسيون هما، لان هذه مسائل تقنيه علميه ديالهم ديال الناس اللي مكلفين بالقطاع الصحه، غادي يعطيو لنا الليست فيها 30 وعطينا لهم الامر وعطينا لهم قلنا لهم غادي يبداو ابارتي دو 1 جونفي، والمستعجلات ديالنا ما يبقاش فيها فرملي واحد، سيدي يكون فيها داك العدد اللي خصو يكون اللي كيطلبوا قانونيا. هذه جبدناها منين وصلنا للعراضيين، منين وصلنا للعراضيين خلينا هذاك المبلغ كيما كان. علاش؟ لان قلنا لهم العراضيين ماشي بالشريحه ديال الازمه، ولكن دابا فكرنا نزيدوا فيه لهذا الغرض هذا بهذه الامور هذه. وبالتالي منين وصلنا للمركب الثقافي، لقينا المركب الثقافي فلوس ديالو كتروبورتا من 2008 2009 2010 2011 2012، علاش؟ تحت طائلات ياش؟ وانا كنقولها لكم فواحد النهار ما كاين لا هضره لا هذا الشيء، مسؤول اللي كنقول هضره، المشكل ديال الافراغ ديال العقار اللي كاين عليه اللي كان خصو يتبنى عليه المركب الثقافي اليومين هذا. اول تما واحد الساكن ما بغاش يخرج، ثانيا كاين واحد البنايه ما بغاش تريب، كاين ثالثا كاين البومبا، كاين البومبا اللي خصها تخوى، البومبا غير اجي خويها، احنا ما يمكنناش نتسناو،
انا ما يمكنش نتسنى 6 سنين اخرى باش نجي ندق على الباب يقول لي شنو درتي لنا المواطن. انا ما كنديرش حمله انتخابيه قبل اول بعد اولا، لان الاخوان سمعت مازال نوصل لذاك الجواب غادي نقولوا. وبالتالي منين قلنا ودي مشينا قلنا ودي راه ما يمكنش هذا الشيء غيبقى كما راه. هذا المركب الثقافي اشنو هو؟ واخا دابا الاخوان منين جابت الفرصه، حنا معمر المجلس الاقليمي واوصى نظرا لي نظرا لي يعني لواحد موجب قانوني انه الصفقه دازت سنه ما غيمكنلوش يخلص فيها التريزوري من بعد، ما غيمكنلوش يخلص فيها لان دازت فيها سنه، دازت سنه والمشروع واقف، لورد سيرفيس تعطى وعنده ان اورد داري كي ديباس اون اني. منين كي ديباس اون اني خسر القانون كيقول خصها تفسخ الصفقه، والجلسه الماليه اوصت بفسخ الصفقه وما وصلتش بالغاء الصفقه. وبالتالي ولكن دابا كيتطرح سؤال، حنا من بعد منين طرحنا منين غنفسخوا جا الموجب ديال ماهية ديال الصرف ديال 19 مليون درهم. دابا غادي نقول لكم المبالغ المخصصه لهذا المركب الثقافي وغادي نشوف واش واحد عاقل في هذه البلاد يقدر يصادق على هذا الامر. هذا المركب الثقافي مخصص له في ترونش الاول 19 مليون درهم، مليار و900، وكل ممول المجلس الاقليمي، البلديه صفر درهم. هذا اول مشروع من الاقتصاد المجلس البلدي ماشي المجلس الاقليمي. ثانيا ماشي في الاولويات نهائيا. ثالثا 7 سنين وهو كاين. رابعا مقيم على واحد الارضيه اللي الثمن ديالها 5000 متر مربع في 20000 درهم، الثمن ديالها 10 المليار، ذاك الارض كتسوى 10 المليار، والزونينغ ديالها سي ار بلس 7. واش يعقل انه هذا لوزونينغ منين غتطلع عماره تما غادي نشدو دابا حنا الشطر الاول فيه 19 مليون درهم والشطر الثاني فيه 19 اخرى، يعني 4 المليار باش غتبنى زائد 10 المليون ديال الارض، 10 المليار ديال الارض هي 14 مليار. واش يعقل انه حنا غادي نعطيو في الوقت انه ما عندنا طرقان، ما عندنا سبيطار، ما عندنا بنيه تحتيه، ما عندنا حتى شي مرفق من المرافق ديال المركب الثقافي؟ بغيت نعرف المركب الثقافي، انا قسم الثقافه، انا راه ماشي المنتقف، انا تكوين عالي ماشي، ولكن لا انتقص انت، ولكن واش من الاولويات انه حنا نمشيو نديرو مركب ثقافي؟ بغيت نعرف المركب الثقافي اش غنديرو فيه بعد اصلا. ها هو المركب الثقافي، بغيت نعرف اش غيمكن له، كل هذا اللي يدخل ليه واش غيمكن له يقول ليه امام وسائل الثوره ديال التكنولوجيا اللي كاينه دابا؟ فاش غيمكن له الواحد فينا هو كتاب عنده هنا فين ما بغاه، هو العالم كله قدامه في سيكوند في كل بلاصه راه في جيبه. بغيت نعرف اش غيمشي يدير. سولت شي حد قال لي في قاعه الاجتماعات. الله اكبر، راه قاعه الاجتماعات راه كديرها الدوله بالملايير، كديرها الغرفه التجاريه في المعرض، كتهز 1500 ديال الناس وفيه مدرج، قاعه من احلى من اغلى ما كاين وفق المواصفات الدوليه. اذا كنا باغيين القاعه هي، والا باغيين المركب الثقافي راه كتبنى واحد اير بليسات فيها 5000 متر كاري حدا الكوميساريه حداها اللي اصمت منها. زعما واش كتظن في هذا التزاهر شي علاش واقفين حنا؟ هادشي اللي بقى لنا المركب هادشي فاش فالحين المركب الموسيقي حداها المركب الثقافي حداها الاخر ليه ياك؟ لاباس المركب الثقافي بشحال مديور؟ المركب الموسيقي دابا راه مديور حتى هو بلي مليار. المعهد الموسيقي لا هو المركب ولا المعهد كيف المركب الثقافي وفيه 17 وفيه 5000 متر كاري، واش ما كتشوفوش بالاحرى في اطار ترشيد النفقات وحرام علينا وفي اطار مسؤوليه على العاتق ديالنا انه ذاك المركب بيدو ليه هو مركب موسيقي او معهد موسيقي غادي يكون واحد جزء منه؟ ياك الثقافه هي موسيقى وجميع الفنون، كل اسره وحده الفنون، سواء على المسرح الثقافه كما بغات تكون اصلا، هذه كل اسره وحده ديال الفن في الموسيقى. واش ما كتشوفوش 5500 متر كاري كافيه للمركب الثقافي، المركب السينما، المركب اللي يكون كاع ما هو طرف سينمائي ومعهد موسيقي كافي وللغايه باش نجبدوا احنا 14 15 مليار كذا. لهذا وانتم معك تعاوتاني واحد الامر اللي هو جد مهم، شنو هو؟ هو انه المجلس الاقليمي دابا القانون الحالي للمجلس الاقليمي شنو هي الصيغه اللي كان فيها المجلس الاقليمي وشنو الصيغه اللي ولا فيها قانونيا؟ الصيغه ماشي هو الامير بالصرف، لا يعني كل ما كانت الاختصاصات كتهم الشان ديال المواطن ولات عند الرئاسه ديال المجلس الاقليمي. صرف المال العام رئيس المجلس الاقليمي، فيما يخص المسؤوليه اللي كتعلق كل شيء بالمجلس الاقليمي هو اللي ولا مسؤول. هذه شحال كان المجلس الاقليمي كيشرف عليه سلطه اقليميه اللي هو سيد العامل، وسيد العامل كانت عنده كياخذ الامور بواحد النظره اخرى،
وحساب اخر وحسابات اخرى ويعني دوافع اخرى اللي كان كيسهر عليها باش يمكن له ينفذ هذه البرامج ديالو. اما دابا جا مجلس اللي محاسب امام جميع الهيئات، محاسب امام المواطن، محاسب امام مجلس حسابات، محاسب امام جميع الوكالات ديال الدوله، ما في جميع الهيئات ديال الدوله محاسب وعنده رؤيه اخرى. اما انا باش غادي نرهن المستقبل المجلس الاقليمي، حنا بعدا انا كنقول دابا لحد الان كان حنا بالنسبه للمركب الثقافي دابا كندخل وما عنديش الحق نهضر فيه، لان ما عندي لا مقرر المجلس باش يمكن ندافع عليه، ما عندي لا مقرر المكتب، ولكن كنهضر كعضو المجلس الاقليمي وكمواطن ديال تازة، كعضو كرأي ديالي انا، كرأي ديالي اللهم هذا منكر للاسباب اللي قلتها لكم. اولا ماشي من الاختصاصات ديال هذا المجلس الاقليمي، من اختصاص البلدية، والبلدية هي اللي ترتب الأولويات ديالها، هي اللي غتشوف واش عندها شي أولويات أخرى على حسب الميزانيات اللي عندها، واش تعطي أولويات أخرى، هي اللي ترتب الأولويات ديالها، ماشي حنا اللي غنرتبوا الأولويات ديال مجلس آخر، هذاك مجلس آخر بحال اللي كندخلوا في الاختصاصات ديالو. وبالتالي أنا عندي أولويات تنتظروني، عندي ناس أخرين، حنا كمجلس عندنا أمور أخرى كتنتظر. وبالتالي لهذه الأسباب كلها، أولا قلنا لكم هضرة الملعب. المركب انا ما كنشوف الماهيه ديالو امام الانتظارات الكبيره اللي غادي نقولها لكم، اللي غادي نقول لكم هالانتظارات اللي كتنتظرنا، هالامور اللي كتنتظرنا، كيفاش غنمشيو حنا نمولوا المجلس، نمولوا واحد المركب ثقافي. وبالتالي حنا كنقولوا راه ربما للاسباب انه الا تفسخ ربما غادي نعرض على المجلس فسخ الشركه، فسخ الاتفاق الشركه، اعاده النظر في الاتفاق الشركه. اما دابا في هذه الساعه كاين غير فسخ ديال فسخ في الصفقه، اما فسخ العقد اللي اولا فسخ الاتفاقيه الشركه هذاك موضوع اخر، هذا كينظر فيه المجلس، انا فهادي ما عنديش صلاحيه، انا عندي كعضو، ولكن مازال غادي نسمع الاراء ديالكم من بعد. ولكن ما هي ديالو، لو كان كنا مازال في دوله متحضره انه دابا نقدروا نلونسيو ان كونسلتاسيون للشعب، انا متيقن واحد 90% غادي يقولوا لك ما يمكنش امام الحاله اللي رانا فيه دابا، اذا كان واحد بعقله الحاله اللي غنكونوا فيه وغادي نرشدوا هذا المال العام للمدخل الرئيسي ديال تازا والمستعجلات والطرق الكبيره والمرافق المهمه كاع المهمه بزاف، انه غتمشي لتما، غتمشي تما، المال يمشي لتما ما يمشيش للمركب الثقافي، وفي التالي غيبقاو يلعبوا فيه الطيور والزوج، ما يمكن لا شيء يبقى تما. والمركب الثقافي نقول لكم باش يمكن له يتبنى راه خصو يتبنى على واحد 7 سنين 8 سنين من الفوق، هذا غير الشطر الاول وغيبقى، ايوا سير الاعتماد على الشطر الثاني، ايوا سير فوقاش، غنبقاو حنا المال تما. وبالتالي حنا الحي الجامعي كيستنى ولادنا، ديما دايرين الاضراب من يوحي مزق، حنا الحي الجامعي كيستنانا باش نخدموا دابا، كيتسنى هذا مرفق مهم، كيتسنى لنا الجامعه اخرى خصها تبنى، كيتسنى لنا مرافق مهم، كيتسنى حي صناعي قد وقد السقط خص باش نخدموا التشغيل، كيتسنى لنا بزاف الامور اللي مازال جايه في تدخل في السؤال ديالي. وبالتالي المركب الثقافي كنقول على انه لا يعقل انه اولا هذا خذا الوقت بزاف وخذا اكثر من اللي يستاهل واللي يستحق وياخذ لنا اكثر، وبالتالي هذه الاموال كنظن خصنا نرشدوها لاكثر منه. اما المجلس لحد الان مازال ما دار حتى شي حاجه فيما يخص المسرحيه. اما فيما يخص الاسئله اللي كنا ذكرنا فيها الاخوان، منين تبرمج فيما يخص هذا المركب الثقافي، منين تجمعت هذا المال، ما المركب الثقافي بقى في بلاصتو، ما حيدنا له لا اموال ولا حتى حاجه، بقات في بلاصتو الى حديته. منين درنا ذاك التخفيض اللي سمعتوه كله، وفرنا واحد المبلغ ديال واحد 23 مليون درهم، إذن هاد الشفافية كيفاش خصها تكون؟ شكون نقول خصنا 10 مليون درهم لشراء لاقتناء أرض لمنطقة حرة، غدار واحد إن زون اندستريال، ماشي بهذا المفهوم اللي كتشوفوا 400 متر كاري ديالنا، لا. قلنا أودي غادي تركب، غادي يبدا دابا سيدنا غيعطي الانطلاقة وديجا يعني الاعتمادات المالية المرصودة لهذا المشروع اللي هو مشروع كبير ديال الناظور ويست ميديتراني ويست، غادي تعطى له الانطلاقه في اقرب الاجل، غادي تعطى الانطلاقه. هذا المشروع كما كتعرفوا فيه ما كانش بور بحال كازا بحال طونجيميل، موراه دي زون فرونش. لا زون فرونش شنو هي؟ لا زون فرونش هي اليد العامله، صافي حنا ما عندنا لا زون فرونش، هي لا ديلوكاليزاسيون دي ملتي ناسيونال من برا، هي ترحيل ديال شركات اللي ملتي ناسيونال ويجيو باش يخدموا هنا، وكيخدموا في واحد المنطقه مبلعه اللي فيها الديوانه، وكتخدم سو فورم دو زون فرونش، كيخدموا لا مان دوفر. لا مان دوفر في الناظور، واش كتعرفوا نتوما لا مان دوفر كاينه في الناظور؟ ما كايناش هي. وبالتالي المرفق الوحيد
وبالتالي المدينه الوحيده اللي غيمكن الاقليم الواحد اللي غيمكن له يستافد الاقل من يستافد هو توريد كرسيف تازا. ولا سبقونا هاد الاخوان هاد المناطق لا زون فرونش غادي نبقاو حنا غير خصنا من تما يمشيو ولادنا عاوتاني يخدموا كما كيمشيو من هنا يخدموا في طنجه. وبالتالي عندنا 100 الف عاطل خصكم تعرفوها، هذا رقم مهول ورقم كيلو كما قلت وقلتها 100 خطره. عندنا 100 الف عاطل، وبالتالي غنبقاو كنشوفوا في بعضياتنا راه منين كنا كنتقوا على الديور في الحمله الانتخابيه ليش كتصلح هذه الحمله الانتخابيه؟ بغيت نعرف ليش كتصلح، واش كتصلح باش نديو الاصوات وباش نديو الكراسي ونمشيو حتى لداك 60 عاد نجيو ليها؟ لا، باش كنا كنسمعوا شنو كيقولوا. راه جيتي تحمل مسؤوليه، جيتي امام الله، جيتي هذا المعادره امانه. شنو الفرق بينها وبين خنتي شي عاد اخر لا الصلاه ولا ديال الاركان الخمسه ديال الاسلام؟ راه كيف نفس الشيء. كنا كنصمتوا المواطن مين كيطلب لك يطلب لك حاجه وخدا، كنقول لك خدموا لي غير في الحمله الانتخابيه، خدم لي غير 3 ايام، غير يومين، غير 4 ايام، وبحراره بحرقه. وبالتالي داكشي مازال انا كيزر النفود. وبالتالي كتقول راه المشكل اللي عندنا راه مشكل التشغيل، والتشغيل هو اللي غادي يحرك لنا هو الاستهلاك الداخلي، هو اللي غيحرك لنا الكرا، هو اللي